بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أبناء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نستكمل بمشيئة الله درس جديد من دروس مادة لغتي بكتاب التهيئة والاستعداد المجموعة الخامسة. نشاط واحد، أميز الألوان. هذا اللون، انظر إلى هذه الفراش التي أمامك، لونها أحمر أزرق، هذا اللون أخضر أسود أبيض أصفر. لابد أن تميز الألوان وتعرف أشكال الألوان التي أمامك. نشاط اثنين، نتعرف على أسماء بعض المرافق. تعرف على أسماء بعض المرافق. أسمي الأماكن التي أمر بها حتى أصل إلى مدرستي. هيا بنا أمسك المرسام. هذا بيت، ثم بقالة الحي، المسجد، نصل إلى الملعب، وهنا مدينة الألعاب حتى أصل المدرسة. إذن بالصورة بيت، بقالة الحي، المستشفى، الملعب، المسجد، مدينة الألعاب، المدرسة. أساعد ياسرا ليصل إلى المسجد. أمسك بمرسامي وأذهب إلى أن أصل إلى المسجد. نعم، لا تخرج خارج الإطار حتى وصلنا إلى المسجد. هذا التمرين نتدرب فيه على رسم الخطوط والزوايا باتجاهات مختلفة. المجموعة الخامسة، أمرر قلمي باتجاه السهم ثم ألونه. أمسك المرسام ثم أمرر على هذه النقاط حتى أكمل الرسم، ثم ألون هذه الأشجار، وأحرص على أن تمشي بالمرسام على النقاط ولا تخرج عن الخط الذي أمامك. أستمع الصوت وأحاكي. استمع الصوت وأحاكي. هذا صوت، نعم صوت ضحك، أحسنت. وهذا الطفل، صوت بكاء. وهذا صوت سعال. وهذا صوت عطاس. وهذا صوت شخير. وهذا صوت صفير. إذن تدربت على أن أميز بين الأصوات. أساعد النملة على الوصول إلى طعامها. أمرر بالمرسام على الطريق، على الخط الذي يصل النملة حتى تحصل على طعامها. أبدأ من أسفل وأمشي بالمرسام في طريق يصلني إلى طعام النملة. تحرص على أن تسير على النقاط. ألاحظ الصور وأعبر عنها. ألاحظ الصور وأعبر عنها. هذه الصور تعبر عن أحداث
أهداف معينة ومهام تؤديها داخل المنزل وخارجه. ماذا يفعل هذا الولد؟ نعم، يكتب الفتى واجباته المدرسية. يكتب الفتى واجباته المدرسية. تقرأ الفتاة الكتاب. تقرأ الفتاة الكتاب. يزرع المزارع الحقل. يزرع المزارع الحقل. تطهو الأم الطعام. تطهو الأم الطعام. والسلام عليكم ورحمة الله.